شنو شجرة مانجو 19 سنة على سطح البيت؟ البعض قال عني مجنون، في الواقع أنا مجنون. زوجتي تحس أنه يتغار بعلاقتي بالأشجار. ما بين شجرة وشتلة تقريبا 250 ألف موجودين. جولتنا اليوم في الماحوز، غابة مانجو على سطح بيت بحريني قديم، في قصة أقرب للخيال. عندكم استعداد للصعود الدرج؟ حياة. يعني البعض قال عني مجنون، والبعض قال عني أنا مو صادق. شنو شجرة مانجو 19 سنة على سطح البيت؟ لا هذا شيء مستحيل، يعني في الواقع أنا مجنون مانجو، مهووس مانجو. أقول ليش اللي أكثر من هذا؟ ترى أنا أتكلم ويا أشجار، أجي أسولف وياها أتكلم وياها. زوجتي تحس أنه يتغار بعلاقتي بالأشجار. صعوبة التعامل وياها خلاني يعني زاد حماسي وأصر على أن أنا أنتج شتلة مانجو مزروعة في حوض على سطح البيت. فدخلت تحدي بيني وبين نفسي وواجهت فشل، يعني 3 سنوات من الفشل حتى تمكنت أن أنا أقدر أنتج شتلة. يعني أنا إذا بحسبها من متى بديت 22 سنة قاعد أوفر للشتلة أو للشجرة كل احتياجاتها، فيصير الجذور كسر فما تمد. طبعاً عندي نظام إريجيشن سيستم كامل أوتوماتيكي موجود عندي، تايمر والمضخة وعندي اللي هو المحابس الإلكترونية. طبعاً الحين أنا لما أعطي الشجرة ماي بصير فيها تصريف. هذه القناة أنا مسوينها يجمع فيها الماء أو يجري فيها الماء ويتجمع في نقطة معينة، أنا أعيد تدويره مرة ثانية، يعني ينزل في خزان تحت أريد أستخدمه مرة ثانية أساس أقلل من استهلاك الماء. 22 سنة مرت ورغم كل التحديات والموارد المحدودة يطمح لنشر زراعة المانجو في كل البحرين.